رسالة مشفرة تعلن تصعيد الأزمة. تطورات جديدة شهدتها أزمة رياض محرز نجم المنتخب الجزائري والسويسري فلاديمير بيتكوفيتش المدرب الجديد لمحارب الصحراء والذي استبعد قائد محارب الصحراء. لم يظهر الأسطورة الجزائري رياض محرز مع منتخب الجزائر على الإطلاق تحت قيادة السويسري فلاديمير بيتكوفيتش المدير الفني الجديد لمحارب الصحراء بغيابه عن التوقف الدولي السابق وعن قائمة التوقف الدولي الجديد. الغياب في المرة الأولى كان برغبة محرز نفسه والذي أكد أنه يعاني من أزمة نفسية بسبب الخيبة الكبيرة التي تعرض لها منتخب الجزائر في النسخة الأخيرة من كأس الأمم الإفريقية والتي رحل على إثرها جمال بالماضي عن منصبه. بيتكوفيتش أعلن قائمة الجزائر في أول توقف رسمي لتصفيات كأس العالم، كذلك غاب محرز، لكن القرار في الوقت الحالي كان قرار بيتكوفيتش نفسه وليس النجم الجزائري. بيتكوفيتش وجه الدعوة لرياض محرز للتواجد في القائمة الأولية، لكن نجم أهل جدة السعود ما طلا في الرد على المدرب السويسري الذي اعتبر عدم الرد إهانة وقرر استبعاد قائد محارب الصحراء. منذ أيام لم يظهر أي جديد في هذه القضية حتى ظن الجميع أن المسألة هدأت وانتهت وأن محرز رضى بالأمر الواقع، لكن ما حدث هو عكس ذلك تماما، فهذه الأزمة لم تصل للنهاية. بيتكوفيتش كشف كواليس هذه الأزمة خلال مؤتمر صحفي وأكد أن محرز لم يرد على الدعوة التي تم توجيهها إليه ليتواجد مع محارب الصحراء، ولهذا تم استبعاده بشكل رسمي. محرز رد برسالة مشفرة على ما قاله بيتكوفيتش بشأن عدم رد محرز على دعوة الانضمام إلى محارب الصحراء، مؤكدا أنه لم يتلقى أي دعوة من بيتكوفيتش أو الاتحاد الجزائري في الفترة الماضية. محرز وضع في حديثه عبارة اعتبرها البعض رسالة مشفرة إلى بيتكوفيتش والتي كتبها باللغة الفرنسية قائلا: سأحتفظ بهذه الملاحظة، وحديثه يتعلق بما قاله بيتكوفيتش بعدم رده على الدعوة التي وجهت إليه. من الواضح أن محرز يستعد لاتخاذ موقف ضد بيتكوفيتش والاتحاد الجزائري في المستقبل إذا تمت دعوته مرة أخرى للتواجد مع محارب الصحراء، وسيستخدم حديث بيتكوفيتش في المؤتمر الصحفي ضده وضد الاتحاد الجزائري. بيتكوفيتش ورغم هذه الأزمة أكد أنه لم يغلق الباب أمام رياض محرز للتواجد مع منتخب الجزائر وأن غيابه يتعلق بهذه الجولة فقط، إلا أن هذه الأزمة قد تعني نهاية رحلة محرز مع محارب الصحراء. رحلة طويلة خاضها محرز مع الجزائر جعلته أسطورة من أساطير محارب الصحراء بعدما سجل 31 هدفا وقدم 33 تمريرة حاسمة في 93 مباراة مع المنتخب الجزائري ليقودهم للتتويج كذلك بكأس الأمم الإفريقية في 2019 بعد غياب طويل.